بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبناء الطلاب، طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله اليوم هناخد مع بعض يا شباب نكمل درس كيفية حساب عدد الجسيمات في المول. أخذنا الحصة أو الدرس السابق كيفية حساب عدد الجزيئات في المول بدلالة عدد أفوجادرو. النهاردة ممكن يطلب منك في المسألة تحسب عدد الذرات لأي جزيء عندك. فبالتالي الفكرة بتاع المسألة هنا يا شباب، إن أنا بحسب عدد الجزيئات ثم أضرب عدد الجزيئات في عدد الذرات أو اللي موجودة في العنصر زي ما بنحسبها. يعني مثلا هنا يقول لك احسب عدد الذرات الموجودة في 1.5 مول من جزيئات الميثان، وجايب لك الصيغة الكيميائية للميثان هي CH4. بالتالي هنا طبعا بدلالة القانون اللي هو ال N تساوي ال N اللي نقصد بها طبعا عدد المولات للمؤشر عليه، NU اللي هي عدد الوحدات اللي هي بنتكلم بقى عليها هنا في القانون عدد الجزيئات، على NA أو تقسيم NA اللي هو عدد أفوجادرو. فبالتالي هو طالب منك في المثال او المسألة اللي عندك عدد الذرات، فانت هتجيب عدد الجزيئات اولا بدلالة عدد المولات وعدد افوجادرو، يبقى ال NU تساوي ال N ضرب ال NA، لان القانون او المثلث اللي عندي ده يعتبر بخرج منه ثلاث قوانين، قانون لعدد المولات وقانون او قانونين بنستخدمهم، لان كده كده عدد افوجادرو هو عندي، يعني مش بيطلبوا منك في اي مسألة. فبالتالي انا هحسب عدد الجزيئات اللي هي عدد المولات اللي هو 1.5 ضرب 6 × 10 أو 6 × 23 اللي احنا اتفقنا الرقم ده لازم يحفظ اللي هو عدد افوجادرو، هيساوي 9 × 10 أس 23 جزيء. فدي اول، يبقى انت طب ازاي تحصل على عدد الذرات؟ يساوي القانون بقى. طبعا القانون ده مش ثابت، ليش؟ لان عدد الجزيئات ضرب عدد الذرات اللي موجوده في العنصر في المركب اللي عندي. طب المركب CH4 فيه كام ذره يا استاذ؟ في كربون واربعه هيدروجين، يعني 5، يبقى عدد الجزيئات ضرب 5 هيعطيني 4.5 × 10 أس 24 ذره. تمام يا شباب. مثال اخر، كم عدد الذرات الموجوده في 1.5 مول من جزيئات ال SO3 المركب اللي قدامي؟ يبقى انا فكره المساله ان هنا انني بحصل على، شوف هو هنا مول جزيء ذرة، يبقى أنا بحصل على عدد الجزيئات أولا ثم أضرب عدد الجزيئات في عدد الذرات. طب هم هنا كام؟ 4. ليه يا أستاذ؟ لأن ذرة كبريت مع 3 ذرات من الأكسجين، يبقى أنا حصلت على عدد الجزيئات التي اللي هي من القانون ال N تساوي أو ال NU تساوي ال N ضرب عدد أفوجادرو، يبقى 1.5 ضرب 6 × 10 أس 23 تعطيني 9 × 10 أس 23 جزيء. طب الذرات انا عارف ان هو هيعطيك الصيغه البنائيه او الصيغه الكيميائيه للمركب، بالتالي انت تقدر تحصل على عدد الذرات في المركب تضربها بعدد الجزيئات تحصل على عدد الذرات في الموجوده في 1.5 مول. هنا برضه سؤال اخر، كم عدد الذرات في 2.25 مول من البيوتان، واعطيك الصيغه الكيميائيه C4H10. نفس الكلام، يبقى انا هحصل على عدد الجزيئات اولا من، بس انا هحصل على من العلاقه ان يو تساوي الان ضرب الان ايه، يبقى الان اللي هي 2.25 ضرب الان ايه اللي هي عدد افوجادرو، اتفقنا؟ هنحصل على عدد الجزيئات هتساوي 1.35 في 10 أس 24. طب انا هنا لما اجي احسب عدد الذرات كام؟ هنا قال لك عدد الذرات في الجزيء كله يبقى 14، يبقى هضرب عدد الجزيئات اللي انا حصلت عليها ضرب 14 هيعطيك طبعا زي ما هو واضح قدامنا 1.89 في 10 أس 25 ذره. هنا برضو المثال ده نفس الكلام، عدد الذرات الموجوده، فبالتالي الفكره بتاعت المساله خلاص احنا نعرفها مع بعض، يبقى انا بحسب عدد الجزيئات ثم احسب عدد الذرات منين؟ ان اضرب الجزيئات في عدد الذرات اللي هم هنا 4، لذلك ضرب في 4 اهو، يبقى 4 ضرب 6 و84 من 100 في 10 أس 24 هيديني عدد الذرات هتساوي 2.7 في 10 أس 24 ذرة. هنا طالب منك عكس السؤال، عايز عدد المولات،
ومعطيك عدد الجزيئات 7 و75 و110 و27. طبعا القانون المثلث ده معايا، يبقى هو عايز دي، عايز ان سمول هتساوي الان يو اللي هو عاطيها لك تقسيم عدد افوجادرو. ممتاز، يبقى الان تساوي ان يو تقسيم ان ايه، يبقى 7 و75 من 100 في 10 أس 24 تقسيم 6 في 10 أس 23 تساوي 12 و91 من 100 مول. يبقى هو ممكن يطلب منك عدد الجزيئات او عدد الذرات او عدد المولات. يبقى انا عارف الفكرة، هنا الفكرة مختلفة شوية يا شباب. طالب منك عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين. الفكرة دي مختلفة في ايه؟ ان هو طالب منك عدد الذرات لكل عنصر على حدة في المركب، وهو عطيك عدد المولات. ما خافش، لا هي الفكرة واحدة. ازاي يا استاذ؟ هنحصل في كلتا الحالتين على عدد الجزيئات اولا. يبقى ان يو القانون معايا بقى تساوي ان ضرب الان ايه، عدد افوجادرو. يبقى عدد الجزيئات تساوي ايه يا شباب؟ 3.5 في 6 في 10 أس 23 هيعطيني عدد الجزيئات يساوي 2.1 في 10 أس 24. هنا طالب منك عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين كلا على حدة. هو لو طالب منك عدد الذرات في المركب كله هقول له 17 ضرب الرقم ده. ليش يا استاذ؟ 12 زائد 5. لا ما اعملش كده. ليش؟ لان هو طالب منك الكربون بس، يبقى اضرب الرقم عدد الجزيئات في 5. ليه يا استاذ؟ لان عدد ذرات الكربون في المركب 5 ذرات. فلما اجي احسب برضو عدد ذرات الهيدروجين نفس الكلام، يبقى هضرب عدد الجزيئات في 12. ليش يا استاذ؟ لان عدد ذرات الهيدروجين في المركب 12 ذره. يبقى لما اجي احسب عدد ذرات الكربون انا قسمتها اهو، يبقى اضرب الجزيئات في 5. ليه؟ لان عدد ذرات الكربون في المركب 5 ذرات. عدد ذرات الهيدروجين يبقى هضرب عدد الذرات في 12. ليه؟ لان عدد ذرات الهيدروجين في المركب 12. لكن لو هو طلب منك عدد الذرات بشكل عام في المركب كله، يبقى اجمع 12 زائد 5 هيعطيني 17 ذره، اضربهم في عدد الجزيئات عشان اقدر احصل على عدد الذرات. يبقى الفكره بتاعت النهارده يا شباب انني كيفيه حساب عدد الذرات في المركب بدلاله عدد الجزيئات. هنا كم عدد المولات الموجوده في 1.8 في 10 أس 23 من جزيئات ال NO2؟ طبعا هو ده يعتبر مين؟ طريقه حل السؤال اصلا في بدايه ان احنا لازم نوضح المعطى. يبقى الرقم اللي هو عطيهوني ده ال NO، عرفته منين؟ من جزيئات. هو طالب عدد المولات اللي هي N سمول، سهله، المثلث عندي. يبقى ال N تساوي NO تقسيم ال NA هيعطيني 1.8 في 10 أس 23 تقسيم 6 في 10 أس 23 يعطيني الناتج طبعا زي ما هيطلع معانا. هنا الفكرة بكم عدد ذرات الهيدروجين الموجودة في 3 مول من جزيئات الإيثين. يبقى أنا هحصل على عدد الجزيئات أولا. لما أحصل على عدد الجزيئات يبقى 3. هنا خلي بالك عدد الجزيئات عمل إيه؟ 3 ضرب 6 في 10 أس 23. ليه؟ لأن الـ N بـ 3، 3 مول أهي، وحدة قياس الـ N سمول مول، M و L معروف. طب أنا هحصل على عدد الذرات عامل إيه؟ أضرب الجزيئات في 4. أضرب الجزيئات في كام يا شباب؟ 4. يبقى فكرة اليوم إنني قدرت أحصل على كيفية حساب عدد الذرات في أي مركب كيميائي بدلالة عدد الجزيئات. مثال آخر معانا يا شباب هنا طبعًا على هيئة سؤال اختياري. بيقول لك عدد مولات السيليكون التي تحتوي على 2.8 في 10 أس 24 ذرة منه. طبعا فكرة اي مسألة ان انت تقدر يعني تحصل على المعطيات بتاعتك صح. 2.8 في 10 أس 24 يبقى يقصد بها ال NU، وانت عارف ان القانون يساوي ال N small تساوي NU تقسيم ال NA. NA قلنا رقم لازم يحفظ، عبارة عن 6 في 10 أس 23، وهو عدد افوجادرو. فلما اقسم الرقم ده تقسيم 6 في 10 أس 23 هيعطيني 3.46 من 100، ولازم تحدد وحدة القياس لأن هو طلب منك عدد المولات، يبقى وحدة القياس بالمول. هنا برضو طبعا دائما أو غالبا مسائل الاختياري بتبقى مسائل سهلة جدا، يعني ممكن تحل بمجرد النظر. يعني نصف مول من ذرات الصوديوم يحتوي على كام؟ طبعا المول الواحد، انت كده فكر كده، المول الواحد احنا قلنا المول من اي ماده يحتوي على عدد افوجادرو، يعني 6 في 10 أس 23. طب نص مول يبقى كام؟ تضرب نص في عدد الافوجادرو على طول. ممكن تعتبرها كمساله
وممكن تحلها بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها دي. طبعا نص في 6 يعطيني 3، يبقى 3 في 10 أس 23 ذرة، يبقى دي الإجابة. تمام يا شباب. مثال آخر، عدد مولات المغنيسيوم التي تحتوي على 12 في 10 أس 23 ذرة منه، هنا برضو يبل إن سمول. بالتالي هنا يعني إحنا قلنا إن المول الواحد بيحتوي على 6 في 10 أس 23، يبقى كم عدد المولات اللي فيهم 12 في 10 أس 23؟ بالتالي 2 مول. ممكن تحسبها برضو بنفس الطريقة. تمام يا شباب. سؤال آخر، عدد ذرات الأكسجين في 2 مول من الأوزون O3. طبعا عدد ذرات الأكسجين في 2 مول، يبقى أنت عندك الـ N سمول بتساوي 2، وعايز عدد الذرات، يبقى نحصل على عدد الجزيئات الأول ثم أضربها في كام؟ O3 يعني 3، يبقى أضربها في 3 تحصل على كام؟ 3.6 من 10 في 10 أس 24 ذرة. لكن لو طلب منك عدد الجزيئات ما عملش أي شيء، يبقى الـ NU تساوي 2 ضرب عدد أفوجادرو، خلاص انتهينا. لكن طلب منك عدد الذرات، يبقى لما أحصل على عدد الجزيئات أضربها في 3 اللي هي عدد ذرات الأكسجين في مول الأوزون. تمام يا شباب. مثال آخر عندي هنا، عدد المولات الموجودة في 2 في 6 في 10 أس 23 من جزيئات النيتروجين. طبعا نفس الكلام برضو، دي طبعا NU تقسيم عدد أفوجادرو هتساوي 2 مول. مثال آخر عندي، عدد الذرات الموجودة في 2 مول من جزيئات ثالث أكسيد الكبريت. عدد الذرات، يبقى لازم أحصل على عدد الجزيئات أولا. هجيب الـ NU من العلاقة الـ N سمول ضرب الـ NA اللي هو عدد أفوجادرو، وبعد كده أضرب الـ NU أو عدد الجزيئات في 4 لأن هو طالب منك عدد الذرات، فهنحصل على الإجابة اللي تساوي 48 في 10 أس 23 ذرة.